استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بقصر القضبية اليوم كل من السيد تشيابان بامرونغ فونغ سفير مملكة تايلاند المعين لدى المملكة والسيدة ماريا باز كورتيس القائمة بأعمال السفارة الفلبينية لدى المملكة والسيدة ميراسي سوديا القائمة بأعمال السفارة الهندية لدى المملكة. ورحب سموه بهم وبدورهم في تطوير العلاقات واطمأن من خلالهم على أوضاع جاليات وعمال بلادهم المقيمين في مملكة البحرين بما يضمن كامل حقوقهم وفقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأشاد سموه بدور هذه الجاليات وإسهامها في خطط ومشاريع البناء والتنمية التي تشهدها المملكة في مختلف المجالات، كما أعرب سموه عن ارتياحه لمسار العلاقات بين مملكة البحرين وهذه الدول، مؤكدا سعي البحرين إلى توطيد هذه العلاقات بالشكل الذي يخدم المصالح المتبادلة، خاصة وأن هذه الدول تحظى بالكثير من الإمكانيات التي تؤهلها لأن تكون أكثر تأثيرا في حركة الاقتصاد والتجارة العالمية، الأمر الذي يزيد من أهمية التنسيق معها في مختلف المجالات. من جانبهم أعرب السفير التايلاندي والقائمة بأعمال السفارة الفلبينية والقائمة بأعمال السفارة الهندية عن خالص شكرهم وتقديرهم لمملكة البحرين والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعمهم ومساندتهم لجاليات وعمال بلدانهم المقيمين في مملكة البحرين وما يحظون به من تسهيلات من قبل كافة وزارات ومؤسسات الدولة وما تتمتع به مملكة البحرين من تطور وقوانين مرنة تعمل البحرين دائما على تحديثها مواكبة للمتغيرات في ضوء وحجم وتنوع مصادر العمالة التي تستضيفها البحرين والتي ضمنت لهذه العمالة كامل الحقوق.